صباح الخير، اهلا بكل السادة المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشة التانية. يوم جديد بيبدأ مع حضراتكم ومصر جميلة. صباح الخير يا حبيبي. صباح الفل يا هند. صباح الفل مشاهدينا الكرام. ان شاء الله يومنا هيبقى يوم جميل مليان ايجابيات وحاجات حلوة كتير هنتكلم عليها في خلال حلقتنا ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا النهاردة كل التحية للمرأة المصرية. النهاردة يوم المرأة المصرية، والبداية كانت من ايام هدى شعراوي لما طلعت واشتركت وطلبت بالاستقلال، ومن ساعتها والمرأة بتقدر ان هي تشارك في كل الفعاليات السياسية، وبتقدر كمان ان هي تتولى الكثير من المناصب. والنهاردة فعليا بداية عام المرأة المصرية 2017، وده اللي اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وطبعا المجلس القومي للمرأة بيقدم الكثير من الخدمات للمرأة المصرية، ونقدر نقول ان هي تولت الكثير من المناصب وقدرت ان هي تحقق حاجات كثيرة جدا في مجالات مختلفة كثيرة جدا، ولكن ما زلنا نطالب بالمزيد. صحيح طبعا. انت داعم. لا انا داعم طبعا، ودعم لحاجه تانية. لو بنقول المراه المصريه بنقول تحمل المسؤوليه، اعداد الاجيال، الام المثاليه، الست المصريه الاصيله اللي بميت راجل، الجمال المصري، الحاجات اللي كل يعني المكونات المفردات الحلوه ممكن تحطها في المراه المصريه. زي ما بنتكلم على الراجل المصري الجدع من البلد الشهم، كل اللي انت عايز تقوله ده كله. ليه بقى؟ انها بتطلع اجيال في ظروف ساعات بتبقى صعبه، بتضحي بحاجات كتير قوي عشان خاطر ولادها، ده بالنسبه على المستوى الشخصي، بتطلع ناس محترمه تفيد مجتمعها وبلدها. مجتمع بقى لو على بنتكلم على المستوى العمل، يعني مش محتاجين نقعد ندي امثله، يعني ما شاء الله من اول ايام الفراعنه لغايه النهارده المراه المصريه يعني بتثبت كل يوم جدارتها وقد ايه هي قد المسؤوليه، وزيها زي الراجل وبتشتغل كل الشغل. دلوقتي ما اعتقدش في فرق بين الراجل والست دلوقتي، يعني كله بيشتغل وكله بيعمل كل حاجه، ما فيش حاجه صعبه عليه. طبعا هي طبعا محتاج مجهود كبير جدا. القياده السياسيه مؤمنه تماما بفكره المساواه بين المراه والرجل، واهميه المراه في المجتمع وتوليها المناصب وتمكين المراه واعتلائها العديد من المناصب العليا والرفيعه في المجتمع، واللي تقدر طبعا من خلالها ان هي تدي وكمان تنفع يعني بلدها. لكن خلينا نقول الحق، ما زال المجتمع بينظر نظرة مختلفة للمرأة، ما زال المجتمع لسه عنده النظرة الدونية شيئا ما للمرأة. لا قليل منهم، يعني مش الدنيا اتغيرت هند خالص، احنا في 2017 تكنولوجي ودنيا وعصر مختلف. لا انت بتتكلم مختلف. يمكن دلوقتي على المدينة، لكن تروح القرى اللي انا بستغربه جدا انه في بعض يعني مثلا في الصعيد وفي القرى المرأة ليها مكانة كبيرة جدا في الصعيد جوه كبيرة، هي اللي بتحكم. ما هو ده اللي انا بقوله، بس هي بتحكم جوه البيت، لكن ده مش ظاهر للمجتمع. يعني هي كلمتها هي اللي ماشيه وهي اللي سايده، ومعروف ان الكبيره ليها راي وشورى، وما ينفعش ان احنا نضايقها او ان احنا نخرج يعني بره مشورتها، ولكن ده مش ظاهر للمجتمع. المراه كمان في بعض الاحيان بشوف ان هي بتبقى مقصره في حق نفسها، لان هي اللي بتربي في بعض الاحيان على التمييز، تمييز الولد على البنت، ودي مشكله كبيره جدا. ومن هنا لازم يكون في مجهودات للمجتمع كله ولوسائل الإعلام إنه تصحيح صورة المرأة في المجتمع المصري. الست هي، أنت بتثق في الست في البيت إنها تربي ولادك، بس ممكن ما تثقش فيها إنها تتولى منصب أو إن هي تبقى المديرة أو إن هي تفكر وتنجز وتعمل. عايز أقول حاجة واحدة بس، لما تيجي تتكلم عن المرأة المصرية روح بص على والدتك بس، هي دي المثال الحي للمرأة المصرية. واعتقد هو ده اللي هيصلح او ما بتشتغلش او نظرة المجتمع بالظبط. طبعا حتى كواليس كده قبل البرنامج كنت بتكلم مع انجي مدير التحرير البرنامج النهارده، فبقول لها يا اختي هي صفرة كده وشعر اصفر كده، ولا يا اختي المرأة المصرية سمار وحلاوة وشعر اسود وعينين مسحوبة، هو احنا وصلنا للاصفر ده ازاي؟ بتضحك هي يعني مواصفات المرأة المصرية يعني سلامة حوية كده شعرها اسود وجميل وحاجات من دي. عموما المرأة المصرية تولت العديد من المناصب، أصبحت وزيرة، وطبعا بنتمنى مزيد من المناصب وتمكين أكتر للمرأة المصرية في خلال عام المرأة المصرية 2017، والنهاردة البداية الفعلية لعام المرأة المصرية، فطبعا في انتظار المزيد. طبعا عندنا السنة دي أول محافظ امرأة، محافظ البحيرة، والحقيقه يعني بتأدي عملها على اكمل وجه، بل بالعكس يعني عندها ابتكارات وافكار كتيره جدا بتقدمها لمحافظه البحيره، من اخر الانجازات اللي سمعنا عنها الصيدليه المجانيه للمواطنين، وده طبعا كان مجهود ان هي تقدر ان هي تنسق مع شركات الادويه ان هم يقدموا الادويه بالمجان، بالاضافه طبعا لمجهوداتها داخل المحافظه، ولكن دي كانت تجربه رائده وجديده في محافظه البحيره، وبتمنى انها تتعمم في كل المحافظات. اكيد افكار جديده، فكر جديد، واللي تقدر تمشي بيت دلوقتي في ظروفنا دي وتربي ولاد وتطلع ناس صالحه اكيد هتقدر تمشي مجتمع كامل، وافكارها يعني هتتدبر بيها ازاي تمشي المجتمع بشكل كبير. عندنا
حدث تاني مهم جدا. اللي هو بقى الناس، انا عايز اقول حاجه سريعه كده، الناس لما بتلاقي تاني رجل ارنب من الحفريات بتاع زمان تقوم وتقوم عليه، انا بتكلم على الناس اللي بره، تقوم عليه الدنيا وتعمل ماركتنج ويا خبر ابيض لقينا رجل الارنب في الحته الفلانيه والعالم كله يصور والدنيا تتقلب صحف واذاعه وتلفزيون. امبارح كان عندنا حدث كبير جدا. كان ايه بقى؟ كان نقل ايه الاجزاء، اجزاء التمثال الاثري اللي هو يعتقد ان هو تمثال رمسيس الثاني. طبعا لقوه في المطريه واثير جدل كبير جدا على الاكتشاف وكيفيه الاكتشاف، وهل كان في المكتشفين المصريين او اللي بينقبوا عن الاثار المصريين صانوا التمثال ولا لا. وطبعا كل الاقاويل ديت حسمت لانه المتخصصين قالوا ان المصريين اكتر ناس عندهم خبره في استخراج الاثار من الارض. امبارح كانت الرحله كانت تقريبا الساعه 1 الفجر من المطريه للمتحف المصري، واللي هيكون فيه عمليه الترميم، وده تمهيدا لنقله للمتحف الكبير. واعتقد ان المتحف الكبير لما يفتح طبعا، وطبعا ده مشروع كبير جدا جدا جدا، واعتقد انه هيبقى مناره ثقافيه حضاريه كبيره جدا، وفي نفس الوقت هتجذب فئات عديده جدا من السواح. يعني مش مضطرين بقى ان هم يروحوا مثلا محافظات زي الاقصر واسوان اللي فيها الاثار، المتحف الكبير هيضم كل شيء. صحيح. يعني الحدث دوت المهم ده العالم كله كان ناس كتيره جدا بعت الميديا بتاعتها، كاميرات وصحف وناس بتصور والدنيا اتقلبت. احنا عايزين كده دايما. صح. الرحله دي نستفيد منها. على فكره تزور مصر قام بمجهود جبار بعدد من الكاميرات واذاعه خارجيه والدنيا، يعني عشان تعرف بس ده دورنا في المسفير، احنا دورنا هنتكلم عليه كتير في الفتره اللي جايه، عشان واجبنا احنا اولاد مسفير ان احنا ندافع عنه باي شكل من الاشكال، لان دي حقيقه، ده تلفزيون الشعب المصري واحنا بنقدم خدمه للشعب المصري وده واجبنا واحنا سعداء بيه. فالنقل تم باحترافيه جامده جدا، العالم كله نقل مننا. الحدث دوت بيروج طبعا للسياحه مع ظهور ناس كتيره من الفيمس سيلبرتيز، الناس المشهورين اللي جم في مصر الفتره اللي فاتت، فدي حاجات كويسه نستفيد منها عشان بلدنا تستفيد اكتر والسياحه ترجع اكتر من الاول. امبارح كنت بتفرج على برنامج في التلفزيون وكان في استاذ مصطفى النجار، هو طبعا كاتب يعني كبير، له باع كبير جدا في مجال السياحه وهو متخصص جدا في السياحه. كان بيقول ان مصر عندها كل المقومات السياحيه اللي مش موجوده في حته من العالم. لو هنتكلم على شمس وشواطئ، وبلاد كتير عندها الشمس والشواطئ، لكن احنا اللي بينقصنا حته الدعايه، والدعايه دي نقطه مهمه جدا. كل الناس عندها ابتكارات وعندها افكار جديده في الترويج سياحيا لبلادهم، سواء في شق السياحه او الاستثمار، واعتقد ده اللي احنا المفروض نشتغل عليه. صح. بشكل كبير قوي في الفتره الحاليه، لانه احنا محتاجين ان احنا نسوق مصر بشكل مختلف عن الشكل التقليدي اللي اعتدنا عليه على مدار السنين اللي فاتت. صحيح. نرجع بسرعه بقى لفقراتنا، عندنا زي ما قلنا هنتكلم عن المراه في العصر من العصر الفرعوني لغايه دلوقتي كده في السريع، نعمل ريكاب سريع كده، وهنتكلم كمان مع ابطالنا ابطال التنس الناشئين والناشئات، حاجه تفرح حاجه بجد وتفتح النفس كده تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تفتح البرنامج الصبح كده او التلفزيون الصبح تلاقي عندك ابطال بيمثلوا بلدك في افريقيا واحتمال كبير ان شاء الله يتاهلوا لكاس العالم، يعني والبطولات العالميه الكبيره، فبتفخر بيهم وكل واحد بيتمنى يشوف ابنه او بنته في المكان ده. هنتكلم معاهم النهارده ومعاهم كتير. هو كمان عندنا فقره فنيه مطربه من دار الاوبرا المصريه هنستمتع معاها في اخر فقراتنا النهارده في مصر جميله. نطلع لفاصل ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميله.